الليلة الحديقة العربية تأسيس هذا التمويل الدولية غير وغير. الأمارات تشتني ذهبنا تجيبوا لنا سلاح. إيه ده؟ تجيبوا سلاح ينتهك الحرمات، تجيبوا لنا للاغتصاب، يقتلوا فينا أبناء، يشردوا الخرطوم ومدرمان العاصمة الثلاثة. أي حقدٍ يا جماعة؟ قال تشرد الأمارات العربية مع الشعب السوداني والمساجد ساكتة. إلا الليلة لماذا بتقول هذه للشيخ؟ تعال اطلع من برا يتوبندي، شوف برا الشيخ الحاج خاطب ده. ولا دارين المنابر، صوت المسجد عالي جدا، صوت المساجد هي اللي اخر حاجه تصلينا للشعب السوداني. الله اكبر. اخر شيء يصل عشان نوريهم ماذا قدم الشعب السوداني لدوله الامارات وطرد له الجميل الان، عشان الشيوخ بتاع الخلي كلهم يعرفوا، عشان الحكام الخيبانيين زي ديل جعفر نماري لما مشى للبحرين، جعفر نماري لما مشى للبحرين قابلوا موظف زي حكاية عمر البشير لما مشي قابلوا الأمارات والاتهاب بدأ من الليلة. لما قابلوا موظف في المراسم قال له وين وين ولي العهد؟ وين الأمير؟ وين الأمير؟ قال له عيان ولي العهد وين؟ الرجل الثالث وين في الدولة؟ قال له لا ما فيش عهد. تعرف إنه في حكاية نوع من الإهانة. قال لهم جهزوا الطباخين الطيارات تفوق أطفى. الطيارة ما ينزلوا، رجع لحفل نهائي في الطيارة ركب. ركب بعدين وقال له كلموا امير البحرين، قل له انا جعفر محمد ايماني رئيس جمهوريه السودان، عندي حي درمان اسمه حي العباسيه، حي العباسيه اكبر من دويله تكديك. رحمه الله. دوروا يا كباكن رجعوني رجعوه. لما مشوا نظروا للامير قالوا له جعفر ايماني رجعوا قال كده 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 نص. قال لهم جهزوا لي طيارتي، جهز لي طيارتي. لما طيارة جعفر ايماني نادت في المنطقه الله اكبر حصلتهم من خير الخطوم وركب مع حرف طلاق قلب الطلاق السوداني اللي نحن بين تركب معي يا جحر الميري. انا في الزياره بتاعتك مرفوعه راس. هؤلاء كانوا الرؤساء، نحن الرؤساء اصبحنا الشعب السوداني وضيع عليه الرؤساء عمر البشير اللي دخلنا على الجبل بعدين مين اللي بيجي غير غير في النهايه ما مرات طيب دم من السودان. انتوا يا اخوان ما شفتوا حصل في الحكومه؟ انا افتكر في منكم ما شفتوا حصل في هذا الحكومه؟ ما شفتوا المشكلة حصلت؟ كل هذا ذهب وأنا السودان ذهبون جاي ذهب من عامل الجار اللي ما حسيت انتهى فضل جبل نون. جبل نون الآن خلوا الراجلين يتدرسوا قتلوهم لحد بعض أبناء جنينة أكلوهم لحامهم في بعض أكلوهم لهم بهناك قصف دمروا ما خلوا حتة كله مجنون. قال وراهم منهم ورا الامارات وحميتين ذاته قالوا كتلاتة الامارات لانه كان ماشي وقف الحرب في ثلاثه يوم من اربعين راح ان شاء الله يمر الجماعات حركه كبيره جدا لا يرسم ما صعب ما يمدوا ما يخاف من الحق يا زول ما